الأعوام من العمل داخل المسجد النبوي الشريف وتغيير معماري واستخدام أحجار ومنها الحجر الأحمر وتنفيذ هذه الأعمدة بشكل مختلف وتغيير الأسقف، هذه كلها معلومات راح نتعرف عليها اليوم وإحنا نستكمل رحلة عمارة المسجد النبوي الشريف. كانت التوسعة سببها أن قبة من القباب سقطت على المصلين. نحن نتكلم عن القباب الشاملة كما ذكرنا قبل توسعة السلطان عبد المجيد، ما كان في قباب، الأسطح كلها مسطحة باستثناء 7 قباب، أحد القباب هذه سقط على المصلين على الزوار ومات بعضهم، فأرسل المختصين والمهندسين وما إلى ذلك ووضعوا له أفكار من ضمنها أفكار لا علاقة لها بتتبع تاريخ المسجد النبوي الشريف، يعني سووا قباب كبيرة وشالوا المعالم القديمة لأنه معماري، المعماري عادة بيراعي النواحي يعني الهندسية في بناء القباب لأنها صعبة جدا، أهل المدينة وعلماء السلطان بلغوه أنه هذا لا يجوز، يعني المسجد النبوي الشريف توقيفي لابد من المحافظة على معالمه كما هي. كانت أساساته من البازلت الحجر الأسود وجدرانه كذلك باستثناء الأعمدة والأقواس كانت من الحجر الأحمر، وهذا الحجر الأحمر يعني كان البحث عنه لأنه أنت عشان تسوي حجر إنشائي لازم له مواصفات وخصوصيات معينة، حتى أن بعض الأعمدة بكاملها يعني كانت منحوتة من الحجر الأحمر. فنفذت الأعمدة بالحجر الأحمر ونفذت بطريقة صعبة ومعقدة جدا، حتى أنه بنقرأ في بعض المراجع أن كثيرا ما تسقط القباب. ليش؟ لأنه منطقة التوازن مفقودة، أنت بتشوف هنا لأنه تتبع مواضع الأعمدة، الأعمدة ليست على محاور معمارية ثابتة لأنها مواضع جذوع النخل، بالتالي هذه الإشكالية في عدم تناسق القباب هي فيها مشكلة معمارية ومشكلة إنشائية كذلك، إنما هذا التحدي اللي كان أمام المعماريين. طبعا الأسقف كلها في الجزء سواء الجزء الجنوبي أو بقية المسجد كلها تحولت إلى قباب.